السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة سهلة وبسيطة، والاجمل من ده كله ان هي ببواقي خيوط، يعني ممكن لو عندك اي بواقي خيوط ممكن تستغليها في ان انت تعملي معايا الشنطة دي. طريقتها سهلة وبسيطة ان شاء الله كده يا رب تعجبكم. طبعا مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم تضغطوا لي على اللايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة يساعدني طبعا انضمامكم للقناة، وما تنسوش اهم حاجة ان انتوا تفعلوا الجرس. يلا كده بينا نبدأ على طريقة العمل ونقول بسم الله. الخيط اللي انا هستخدمه هو خيط مكرمية قطن بيور، وهستخدم معاه إبرة مقاس 3. انا هبدأ باللون الغامق ده الاول، هبدأ ان انا اعمل عقدة بداية واشتغل 40 سلسلة. هرتفع كده 40 سلسلة، 1. انا كده بعد ما اشتغلت 40 سلسلة دلوقتي هديكم القياس بتاعها. 40 سلسلة مقاسهم 25 سنتي. هبدأ دلوقتي ان انا اتخطى 1 2 3، وهروح في السلسلة رقم 4، بس هنشتغل في ظهر السلاسل، هشتغل عمود. الغرزة اللي بعدها برضو كل شغل في ظهر السلسلة، شايفين الارتفاعات دي بيكون الشغل بتاعي فيها. في كل غرزة كده بتقابلني هفضل اشتغل عمود لحد ما بوصل كده لاخر السطر، فانا هخلص كده وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده بعد ما اشتغلت فوق كل غرزة غرزة عمود، هاجي هنا في اخر غرزة، شايفين اخر غرزة اهي، هلف الخيط كده على الابرة وهبدأ ان انا ادخل برضو في ظهر السلسلة وابدأ اشتغل هنا 6 عمود. 1، يعني هنا بنعمل تزايد. 2، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، كله في نفس المكان في آخر غرزة خالص في السطر. أنا كده اشتغلت 6 غرز، 1 2 3 4 5 6، كله في نفس المكان. هبدأ اجي على الناحية التانية دي، شايفين طرف البداية ده لو شديته لورا كده في اول غرزة هنا بتظهر لي اهي، لانها بتكون عقدة البداية جاية عليها، فهبدأ ان انا الف الخيط وابدأ اشتغل عمود. خيط البداية ده باخده معايا كده وانا شغالة علشان انضفه بالمرة، ده بشتغل فوقه كده وانا شغالة، هفضل اشتغل كده لحد اخر السطر. كل غرزة هشتغل فوقها غرزة عمود، ومفروض عدد العواميد اللي يكون موجود هنا هو برضو نفس بالظبط عدد العواميد بتاعة البداية هنا، فهخلص كده وارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما وصلت لاخر السطر، خدوا بالكم معايا في الجزء الجاي ده، شايفين هنا كده الغرزة دي اللي احنا دي كده الارتفاع 3 سلاسل اللي احنا سبناهم، ودي اول غرزة اشتغلنا فيها اول عمود هنا. في نفس الغرزة دي انا هدخل وهشتغل هكمل العمودين دول بحيث ان هم يكونوا 6 عمود زي بالظبط ال6 عمود اللي احنا اشتغلناهم هنا. فهبدأ هاجي ادخل هنا، شايفين بصوا العمود طالع اهو، الغرزة بتاعته اهي، شايفين العمود النقطة اللي طالع منها او الحلقة اللي طالع منها، هدخل فيها واشتغل هكمل العمودين دول 6 عمود. ادي كده 3، يعني العمودين دول هزودهم بان انا بشتغل في نفس المكان، بشتغل تزايد بحيث ان هما يكونوا 6 عواميد في نفس المكان. ادي كده 1 2 3 4 5، يبقى انا كده اشتغلت نفس التزايد بالظبط اللي انا اشتغلته في الناحية التانية.
طيب دلوقتي لما نيجي نقفل السطر مش هقفل في ارتفاع الثلاث سلاسل علشان قفلة السطر تكون مظبوطة، فأنا هروح في أول عمود وهقفل بغرزة منزلق، يعني هدخل كده تحت الحلقتين وهبدأ أسحب الخيط وأقفل بغرزة منزلقة. بالشكل ده بتكون قفلة السطر معايا مظبوطة وما فيهاش أي فراغات. هبدأ إن أنا أرتفع 3 سلسلة، 1 2 3. شايفين المكان اللي أنا قفلت فيه بمنزلقة ده؟ هرجع أشتغل فيه عمود. هبدأ أشتغل كده فوق كل غرزة غرزة عمود، بالشكل ده هفضل أشتغل على طول القاعدة اللي احنا اشتغلناها دي فوق كل غرزة غرزة عمود واحد لحد ما بوصل لآخر السطر. هخلص كده وارجع لكم. أنا كده خلاص بعد ما وصلت لآخر السطر، زي ما اتفقنا مش بنقفل في ارتفاع الثلاث سلاسل، شايفين الثلاث سلاسل دول مش بقفل فيهم، أنا بروح في أول عمود وتحت الحلقتين كده أدخل تحت الحلقتين أسحب الخيط وأطلع كمان من الحلقة اللي على الإبرة. يبقى أنا كده قفلت بغرزة منزلقة. هنا بقى هنبدأ إن احنا نشتغل غرزة الشنطة، فهبدأ إن أنا أرتفع سلسلتين، 1 2. شايفين الغرزة اللي هي طالع منها ارتفاع الثلاث سلاسل؟ شايفين دي اللي انا قفلت فيها بمنزلقة، اللي قبلها هي اللي طالع منها ارتفاع السلاسل. هلف الخيط كده على الإبرة وهدخل، شايفين انا برجع لورا كده في نفس المكان اللي طالع منه ارتفاع الثلاث سلاسل، شايفين اهو ارتفاع الثلاث سلاسل اهو، شايفين حرف الفي ده؟ انا هدخل تحته وهشتغل عمود، سلسلة، هتخطى غرزة وهروح في اللي بعدها اشتغل غرزة الكلاستر، ان احنا بنطلع كده ومش بقفل العمود الاخر، بطلع من حلقتين اتنين بس وبلف الخيط تاني على الابرة وبدخل في نفس المكان اسحب الخيط واطلع، بطلع من حلقتين اتنين بس. دلوقتي معايا 3 لفات على الابرة، هلف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة، بعدين اشتغل سلسلة بالشكل ده. نكمل كده ونكرر مع بعض. هتخطى غرزة، طالما اشتغلت سلسلة فوق بتخطى مكانها غرزة تحت، هروح في الغرزة اللي بعدها هسحب كده الخيط اطلع من حلقتين، ما بقفلش العمود للاخر، الف الخيط وفي نفس المكان ادخل كده وبرضو اشتغل عمود بس مش بقفله للاخر. دي كده اسمها غرزة كلاستر. كده معايا 3 لفات على الإبرة، هلف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة وبعدين اشتغل سلسلة. ببدأ ان انا اقرر طالما اشتغلت سلسلة بتخطى مكانها غرزة تحت واروح في اللي بعدها ابدأ اشتغل غرزة كلاستر جديدة، ان انا بلف الخيط كده على الإبرة واطلع، بعدين الف الخيط اطلع من حلقتين اتنين، الف الخيط وانزل تاني في نفس المكان، الف الخيط واطلع، الف الخيط اطلع من حلقتين اتنين بس. كده معايا 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط واطلع من الـ3 حلقات مرة واحدة وبعدين أشتغل سلسلة، وأبدأ إن أنا أقرر أتخطى غرزة تحت وفي اللي بعدها ألف الخيط كده واطلع، ألف الخيط بطلع من حلقتين اتنين بس، ألف الخيط وفي نفس المكان أطلع من حلقتين اتنين بس. دلوقتي معايا 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة، هقفل عليهم بغرزة سلسلة، هتخطى مكانها غرزة تحت وابدأ أكرر كأني بشتغل غرزة عمود بس مش بقفلها للآخر، بطلع من حلقتين اتنين بس وبعدين آخد لفة بالإبرة كده، آخد لفة بالخيط على الإبرة وأدخل في نفس المكان، ألف الخيط وأطلع، ألف الخيط أطلع من حلقتين اتنين بس. كده بيتبقى معايا 3 لفات، ألف الخيط وأطلع من التلاتة مرة واحدة وبعدين أشتغل سلسلة. بالشكل ده هفضل مكملة باقي السطر لحد ما اوصل لاخر السطر هنا، فهخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص جيت لاخر السطر، شايفين بجد الغرزة جميلة جدا وسهلة وسريعة. دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا مش بنقفل في ارتفاع الثلاث سلاسل، احنا بنقفل في اول عمود علشان تكون قفلة السطر مظبوطة، وبنقفل بغرزة منزلقة علشان احنا هنا كده هنغير اللون، وبرتفع سلسلة بحيث ان انا اكون مثبتة الشغل كويس، وبعدين هنا انا هقص الخيط.
بالشكل ده، هطلع بالخيط من هنا كده وهاخده من تحت الغرزة دي كده علشان أبدأ أشتغل عليه وإحنا شغالين بالخيط التاني. دلوقتي هبدأ أجيب الدرجة التانية دي، فهبدأ إن أنا أعمل عقدة بداية كده. خدوا بالكم برضو من الخطوة الجاية دي، هرتفع كده بالحلقة دي شوية، هبدأ أجي في الفراغ ده وهدخل بالإبرة من هنا كده وهبدأ أسحب الحلقة دي من هنا كده واشتغل 2 سلسلة، 1 2 تمام، في نفس المكان هشتغل عمود. بالشكل ده، واتفقنا لما بشتغل الغرزة برتفع سلسلة. هروح للفراغ اللي بعده، اتفقنا ان احنا شغلنا كله في الفراغات، هبدأ الف الخيط كده على الإبرة وادخل في الفراغ ده اسحب الخيط، بلف الخيط واطلع من حلقتين اتنين بس، الف الخيط وفي نفس الفراغ اشتغل كمان عمود بس مش بقفله للآخر، بطلع من حلقتين اتنين بس، معايا كده 3 لفات، الف الخيط على الإبرة واطلع من التلاتة مرة واحدة وبعدين اشتغل سلسلة. الغرزة بجد سهلة وبسيطة خالص. دلوقتي هاخد لفة على الإبرة وادخل في الفراغ اللي بعده اشتغل برضو غرزة كلاستر، اطلع من حلقتين اتنين الف الخيط ادخل في نفس الفراغ، اطلع كده بالإبرة وبعدين الف الخيط اطلع من حلقتين اتنين بس، معايا كده 3 لفات، الف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة، ارتفع سلسلة وابدأ اكمل في الفراغ اللي بعده، اطلع من حلقتين انزل تاني في نفس الفراغ، اطلع من حلقتين اتنين، معايا 3 لفات، الف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة وارتفع سلسلة. نكرر كده تاني مع بعض في الفراغ اللي بعده، انا شغلي كله في الفراغات، اطلع من حلقتين انزل تاني في نفس الفراغ، الف الخيط، اطلع من حلقتين، معايا كده 3 لفات، الف الخيط واطلع من التلاتة مرة واحدة. وطالما اشتغلت غرزة الكلاستر ابدأ ان انا اشتغل سلسلة، وابدأ ان انا اكرر بنفس الشكل ده لحد ما اوصل لاخر السطر، فهخلص كده وبعدين ارجع لكم. ده كده انا بعد ما خلصت السطر، شايفين بجد جمال تداخل الالوان. طبعا انتوا ممكن زي ما تحبوا تكتروا الالوان عن 3 الوان او تشتغلوا بلونين زي ما انتوا حابين، كل ده راجع ليكم انتوا. طبعا احنا هنا جينا لاخر السطر، واتفقنا ان قفلة السطر بتكون، ما تنسوش ان انتوا بعد ما بتشتغلوا اخر غرزة دي بتشتغلوا سلسلة وبعدين بتيجوا في اول عمود، ماليش دعوة بارتفاع السلسلتين، بروح في اول عمود تحت الحلقتين واقفل بغرزة منزلقة. طيب علشان انا عايزة اشتغل في الفراغ ده، فانا هنا قافلة في العمود ده بغرزة منزلقة، هروح في الفراغ هنا وهشتغل غرزة منزلقة وهبدأ ان انا ارتفع سلسلتين. خدوا بالكم من الخطوة دي علشان هتعملوها في كل سطر وانتوا بتشتغلوا بنفس اللون. خلاص كده ارتفعت سلسلتين، هلف الخيط واشتغل في نفس الفراغ ده عمود، وبعدين اشتغل سلسلة واروح في الفراغ اللي بعده اشتغل غرزة كلاستر، بطلع من حلقتين الف الخيط وانزل في نفس المكان، اطلع من حلقتين معايا 3 لفات، بطلع منهم مرة واحدة وبعدين ابدأ اكرر السلسلة، وهكذا بفضل اكرر كده. وكل شغلي بيكون في الفراغات وخطوة تغيير اللون لما نحب ان احنا نغير اللون، زي ما اشتغلنا هنا بالظبط ان احنا بنقفل بغرزة منزلقة وبنقطع الخيط وبنبدأ بالخيط الجديد من جوه الفراغ. انا هرتفع كده بقى بعدد من السطور لحد ما اوصل لطول الشنطة المناسب، وبعدين ارجع لكم علشان نشوف الشنطة وصلت لايه، وكمان نشتغل مع بعض الايد. بس لو لسه ما عملتليش لايك للفيديو تنزلي دلوقتي وتعملوا لي لايك، وكمان تشجعوني كده بكومنت حلو زيكم، ولو لسه مش مشتركين يا ريت طبعا تشتركوا في القناة، واهم حاجة تفعلوا الجرس. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص بعد ما ارتفعت عدد من السطور، عدد السطور اللي انا ارتفعتها من بداية ما اشتغلنا بغرزة الشنطة 15 سطر، هديكم برضو المقاس بتاعها. من بداية ما اشتغلنا الغرزة 20 سنتي، ومقاسها من عند القاعدة لحد فوق 23 سنتي. تمام، هنبدأ دلوقتي، احنا قفلنا بغرزة منزلقة، هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وفي نفس المكان هشتغل غرزة حشو، وهاجي في الفراغ ده، شايفين الفراغ، هبدأ ان انا اشتغل فيه غرزة حشو،
في غرزة الكلاستر دي هشتغل غرزة حشو، وفي الفراغ هشتغل غرزة حشو. يبقى أنا بشتغل مرة في الفراغ ومرة فوق غرزة الكلاستر غرزة حشو. هخلص كده كل السطر ده من غرزة الحشو وبعدين أرجع لكم. أنا كده خلاص بعد ما خلصت سطر من غرزة الحشو هبدأ دلوقتي إن أنا آجي في أول غرزة هنا وهقفل بغرزة منزلقة. طيب احنا دلوقتي عايزين نشتغل ايد الشنطة، فقسمت الشنطة بالنص وعدد الغرز اللي هنا كان قد عدد الغرز في الناحية التانية. فانا عايزة ابدأ الايد، يعني بعد ما اقسم كده هاخد من هنا عدد غرز يكون قد عدد الغرز اللي هاخده من هنا. فانا هبدأ هنا علشان اشتغل ايد الشنطة، همشي الاول بغرز منزلقة كده كام غرزة علشان ابدأ ان انا ارتفع واشتغل اول سطر من ايد الشنطة. طيب انا كده هاخد 5 غرز حشو، فانا هنا ده كده نص الشنطه، فهاخد غرزتين بعدها وغرزتين قبلها. ادي الغرزتين اللي قبلها، هنعلم كده الغرزه دي عشان هكون عارفه ان دي معايا عشان برضو ما حدش يتلخبط. الغرزه دي هتكون معايا، هبدا ان انا امشي بغرز منزلقه، ما اضيقش ايدي بقى وانا شغاله علشان الشنطه من الجزء ده ما تلمش مني. وهنا بعد الماركر اهو خدت ايه غرزتين، واحد اتنين اهو، واحد اتنين. هبدأ ان انا هنا ارتفع سلسلة، هبدأ ان انا الف كده الشغل، هبدأ ان انا اجي في اول غرزة منزلقة وابدأ ان انا اشتغل غرزة حشو. اتنين، انا بشتغل في غرز المنزلقة، اتنين، حرف الفي اهو انا بدخل فيه اهو بتاع المنزلقة وبشتغل غرزة حشو. 3 4 آخر غرزة 5. هبدأ إن أنا أرتفع سلسلة وألف الشغل وأبدأ أشتغل فوق ال5 غرز دول 5 غرز حشو. محدش ينسى اخر غرزة لانها بتكون جاية بميل شوية. وابدأ ان انا اقرر ارتفع سلسلة وابدأ اشتغل فوق ال5 غرز دول 5 غرز حشو. افضل شغالة كده رايح جاي لحد ما اوصل لطول الايد المناسب، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل باقي الشنطة مع بعض ونخيطها في الناحية التانية مع بعض. هخلص كده وارجع لكم. انا كده بعد ما ارتفعت عدد من السطور، طول الايد اللي انا اشتغلتها دي 105 سنتي، ده لو حد طويل الايد دي مناسبة جدا ليه. دلوقتي هبدأ ان انا ارتفع كده سلسلة وهبدأ ان انا اسيب مسافة من الخيط بحيث ان احنا نخيطها في الناحية التانية. هطلع بالخيط من هنا كده وهبدأ ان انا اجيب ابرة التنظيف المعدن دي، اهم حاجة خدوا بالكم ان انتوا لازم تظبطوا ايد الشنطة في اتجاه واحد بحيث ان هي تكون مش مبرومة منكم ولا حاجة. وبعدين هنبدأ ان احنا نيجي في الناحية التانية هنا ناخد غرزتين قبل الماركر وغرزتين بعد الماركر. فهاجي هنا في اول غرزة كده هدخل من تحت الغرزة دي كده تمام، وهبدأ ان انا اسحب الخيط وادخل في نفس الغرزة الاولى لايد الشنطة بالشكل ده. هدخل تاني في اول غرزة تحت الشنطة اثبتها كمان مرة، وفوق برضو في اول غرزة هبدأ اروح لتاني غرزة وادخل في الغرزة التانية برضو في الشنطة.
وابدا انظف كده الخيط تحت الغرز. ودي كده كانت شنطتنا النهارده، اتمنى كده يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تضغطوا لي على لايك وتشجعوني كده بكومنت وشير كده مع الاصحاب علشان الكل يستفيد. وبفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناه يساعدني طبعا انضمامكم للقناه، انزلوا بسرعه دلوقتي اعملوا اشتراك للقناه، واهم حاجه ان انتوا تفعلوا الجرس. اشوفكم على خير في فيديو جديد، باي باي.